الدعم النقدي اللي موجه للأخوة المواطنين في جميع أنحاء المملكة، كان هناك في مواعيد ومها القانونية للدعم. يعني أنا ما بقدر أخلي الدعم مفتوح طول السنة، يعني إذا أنت تعرف يعني مع نهاية السنة 31/12/2012 يعني تم إنهاء الملف حتى نقدر يعني نجهز حساباتنا ونعمل حساباتنا ونسكر الأرصد الموجودة وإغلاق الحسابات حتى نستعد للدفعة الثانية. فإحنا كنا محددين مواعيد لتقديم الطلبات، فانتهى موعد تقديم الطلبات ل30/11، وأيضا فتحنا مجال للاعتراضات وانتهى موعد تقديم الاعتراضات ل13/12. وبالنسبة للمبالغ الدعم يعني ظلت موجودة في البنوك، وانت بتعرف والمواطنين بيعرفوا، ولكن كان هناك يمكن في تلكؤ أو تقاعس من الأخوة اللي هم مستحقين للدعم، ما راجعوا البنك في الموعد المحدد والمواعيد المحددة. رسائل يعني المبلغ بنحطه في البنك بعد ما نتأكد أنه موجود في البنك وجاهز للصرف من أي فرع من الفروع الموجودة بأنحاء المملكة، نرسل رسالة خلوية للإخوان المستحقين أنه توجه إلى البنك تستلم المبالغ المستحقة لك.